اذا حضر ملك اللعبه ينتهي دور المزيف. هو الاهلي ده ايه يا جدعان؟ ما بيشبعش بطولات، ما بيزهقش من كتر التتويج النادي ده، وايه جمهوره الجميل اللي يرفع الراس ده، والدخلات الجميله اللي تشرف. الاهلي يحكم باحكام في قاره افريقيا، ورسميا الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا 2024 على حساب نادي الترجي بنتيجه 1-0. انتوا عارفين البطوله دي للمره كام؟ لان انا نسيت، للمره ال 12 في تاريخه، 12 دوري ابطال افريقيا، اللهم بارك. الناس بقى اللي بتقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم، بالنسبه لضربه الجزاء اللي الكل بيتكلم عليها، لمسه اليد بتاعت امام عاشور، هل هي فعلا ضربه جزاء ولا لا؟ بص، علشان اكون صريح معاك، هي فعلا لمسه يد وكمان داخل المنطقه، بس يا ابو الكباتن مش كل لمسه يد بتتحسب. الحكم ما حسبهاش علشان كانت راجعه من زميله مش من الخصم، انما لو كانت راجعه من الخصم كان حسبها بنالتي. كمان كره كريم فؤاد، الكره دي فعلا انا معاك انها فشك، تبان من بعيد انها بنالتي، بس في الاعاده، وخد بالك بقى من دي، كريم فؤاد لمس الكره الاول وبعد كده لمس رجل اللاعب، وعلشان كده ما حسبهاش، انما لو كان لمس رجل اللاعب الاول كانت هتبقى ضربه جزاء. النادي الاهلي عرف يمشي المباراه زي ما هو عاوز، خطف هدف في اول الماتش وبقى بيستقبل اللعب وسايب الكره للترجي دايما، ولو تلاحظوا الترجي معاه كرة كانت دايما كل لعيب الاهلي ورا الكوره كلهم بيدافعوا، ودي كانت واضحه جدا انها تعليمات صارمه من كولر، عبقري كولر ده والله. وده بان اكتر بتغيير بريسيتاو لما بدله بديانج وامن نص الملعب بثلاث لعيبه، فكان باين ان هو كان عاوز يحافظ على الهدف. بس علشان ما اكذبش عليكم، انا ما بحبش خالص الطريقه دي، لان كنت طول الماتش قلقان وخايف. انت عارف لو كان الترجي سجل فيك هدف، شكرا يا معلم البطوله راحت، بس كله بكرم ربنا. بس انا كنت شايف ان الاهلي كان ممكن يسجل هدف واثنين وثلاثة كمان، ده الترجي كان مليان اخطاء فرديه وجماعيه كمان، امال انت هتسجل فيه امتى؟ هارد لك لنادي الترجي وجمهوره، فريق كبير جدا وجمهوره عظيم وشرفتونا في مصر، وللتاريخ السوبر الافريقي هيكون ما بين فريقين مصريين، الاهلي والزمالك، والله العظيم فخر للكره المصريه. والمباراه دي انا مش محتاج اقول لك انها هتكون نار. الاهلي الاعجازي وارقامه التاريخيه اللي صعب على اي فريق يوصل لها. الاهلي المصري في دوري ابطال افريقيا تاريخيا، بص بالله عليك الارقام اللي هتوهمك، اكتر من شارك في البطوله ب 35 مشاركه، واكتر من شارك بنسخه متتاليه ب 21 مشاركه، واكتر من لعب ب 341 مباراه، واكتر من فاز ب 177، واكتر من سجل ب 533 هدف، واطول سلسله بعدم خساره ب 22 مباراه، واكتر من سجل بنسخه واحده 36 هدف. انا تعبت من كتر الارقام يا جدعان. واكتر من لعب نصف نهائي ب 20 مباراه، واكتر من لعب النهائي ب 17 مباراه، واكتر من لعب نهائيات بنسخ متتاليه 5 مرات، واكتر من حقق اللقب ب 12 مره. فهل كان يستحق النادي الاهلي البطوله ولا انت ليك راي تاني؟